كلمة كده للرئيس عبد الفتاح السيسي، عشان امبارح يعني بالصدفة أنا شفت الخطاب بتاعه، وبرضه قبل كده مش عارف كان في خطاب تاني ولا هو الخطاب بتاع امبارح، قال كده كلمتين عايز أعقب عليهم بس، عشان حضرتك يعني إيه تفهم الشعب ده بيقول إيه أو عايز إيه، لأن حضرتك أنت واضح إنك بتتكلم عن شعب تاني. أول حاجة حضرتك شبهتنا امبارح بماو سي تونج لما قلت مجاعة الصين وماتوا 25 مليون. طيب أولا الصين لغاية دلوقتي ما بتحبش تتكلم في ماو سي تونج لأن هم عارفين إن هي غلطة عظمى فمحدش يذكرها. أوكي، ثانيا ماو سي تونج لما جه عمل المجاعة دي قامت عشان كان حضرتك كان عايز يوصل بإنتاج الصلب، إنتاج الصلب لأكتر من إنتاج إنجلترا، فكان الراجل بيعمل إنتاج ماشي، إنما حضرتك بتعمل مجاعة بناء عن إيه؟ يعني مفيش إنتاج. انا راجل كنت صاحب مصنع وكنت صاحب شركه كيماويات واتقفلت بسبب الانتاج اللي حضرتك جيت عملته، ان الجيش دخل في مجمعات الغزل والنسيج اللي هو ما بيفهمش فيها. احنا قلنا ان مجمع الغزل والنسيج دوت هيبقى بيطلع لنا خام بدل اللي بنستورده، لا ده طلع بيعمل منتجات، ويا ريت منتجات لينا مثلا في الشعب فهتسد عجز، لا ده منتجات احنا ما نعرفش عنها فخد مننا العماله. تعال اتفرج على خط الروبيكي كله، خط الورش اللي فيه كانت غزل ونسيج كلها قفلت. كيماويات الجيش حط ايده على شركة النصر وبقى يصدر الصودا الكاوية، فبدل ما احنا ناخد الصودا الكاوية اللي هي بتاعتنا رخيصة قال لك لا خد الصيني. طيب نيجي ناخد الصيني، الصيني غلي قلنا مش مشكلة، جت الكورونا وقفلت الدنيا. طيب فين الصودا يا عم الحاج؟ قال لك مفيش بقى، ما احنا قفلنا استيراد في بلد المفروض ان الخام بتاعها كله استيراد فقفلت الاستيراد، فازاي عايز تقوم صناعة او عايز تقوم انتاج؟ معرفش يعني، انا معرفش. فبالنسبة للإنتاج هو ده اقتصاد، اقتصاد أي دولة بالنسبة لأي دولة إنتاج. وده النقطة التانية اللي هو حضرتك بتتكلم بتقول أصل إحنا عايزين نكمل الحلم. الحلم بتاع حضرتك اللي حضرتك بتكمله ده أوكي ماشي، هو حضرتك هتكمله لوحدك؟ ما حضرتك في 100 مليون مواطن بيشتغلوا وعايزين يفتحوا مصانع وعايزين يفتحوا شركات وعايزين يفتحوا محلات وعايزين يعملوا ده كله عشان حضرتك تاخد ضرائب فتكمل بنى الحلم. تعالى بقى نشوف حضرتك عملت ايه. حضرتك ضرايب فوق الوصف، الاغذيه اللي هي المواد الاستهلاكيه فوق الوصف، يعني علبه اللبن حضرتك استلمتها، استلمت البلد كانت علبه اللبن وقتها ب 12 جنيه، النهارده علبه اللبن ب 40 جنيه. البيضه كانت ب 75 قرش، النهارده البيضه ب 50، يبقى 5 جنيه. تعالى بقى للجبنه، تعالى 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 تعالى، النهارده حضرتك عشان تجيب ربع كيلو جبنه رومي وربع لانشون حضرتك عايز كارد من البنك ماشي، فده الحلم المواد الاستهلاكيه. تعالى للخام، مفيش خام عشان حضرتك وقفت الاستيراد عشان عايز دولار. طب حضرتك انتوا كدوله حضرتك صرفت مليارات المليارات للجيش وللشركات عشان يطلعوا لنا خام، لا ده بقوا يخشوا معانا في الانتاجيه يا مؤمن، ده حتى اكشاك الاكشاك اللي تحت الكباري عشان تاخدها تاخدها من الجيش. فيبقى الحلم لمين؟ يعني الحلم بتاع حضرتك ده كابوس علينا احنا، احنا لاقيين ناكل. انا بعت كل حاجه، عندي 3 عيال وبعت كل حاجه، بعت كل حاجه، قاعد في عربيه ابويا اهو حضرتك بناخدها شرك يا مؤمن. ده انت حتى الطموح للشباب اللي كان اي شاب بيطمح عشان يجيب عربيه النهارده خلاص، لمن استطاع اليه سبيلا عربيه. جيت عملت لنا قانون العربيه الكهرباء وعملت بنيه تحتيه بالمليارات في البنزين عشان شحن الكهرباء وشركه فولتا، اوكي بعديها رحت جاي واقف القانون، وفي نفس الوقت بتروح تشارك شركة صينية عشان تعمل عربيات كهرباء وبعد كده رحت جاي قافلها. ما حضرتك لا تعمل كهرباء وتخلينا كهرباء، لا اما ما تعملش، انما لا شكرا راح جاي واقفه الدنيا كلها. فبقى لقيت لا بقيت بتاخد كهرباء ولا بقيت بتاخد حاجه ولا عربيات بنزين ولا اي حاجه. طيب دوله استيرادها كله خام، حضرتك وقفت الدولار. لا ده غير ده كله بقى، تعالى للسياسه البنكيه بسم الله ما شاء الله، لا هي حدث ولا حرج، اللي هي المفروض اساسا سياسه ما حدش فاهمها، يعني هي سياسه ما حدش فاهمها. تيجي لما تيجي تحط وديعه للدولار يقول لك اه مش هنسالك منين، بس لما هتستورد خام عشان تدخله وتصنع في بلد اوكي يقول لك لا منين الدولار، ما هو لا اما منين لا اما مش منين. مفيش دوله حضرتك عايزه تقوم استثمار وتجيب استثمارات تبقى كميه الضرايب دي عليها، مفيش دولة حضرتك يبقى عندها هيئة استثمار حضرتك وأراضي قد كده صحراوية وتيجي حضرتك هيئة الاستثمار عشان ورقة تقعد 3 سنين، عشان قرار كده يطلع منها إن الموافقة على كذا يقعد 3 سنين.
مفيش دولة حضرتك عندها كمية الصحراء ديت، ولما يجي الشباب عشان يخشوا يطلبوا أرض زراعة أو أرض صناعة حضرتك يقعدوا يقعدوا في قرعة قد كده، وكمان إيه تبقى منزل ألف قطعة أرض حضرتك تسحب عليها مثلا إيه 30 ألف مقدمة، 30 ألف دفعة حجز. فحضرتك كنت بتقولوا كل كلمة وعكسها، فحضرتك الحلم بتاعك كابوس لينا، حضرتك عايز تحلم وعايز تكمل حلمك كمله، وأنا ما عنديش أي مشكلة. انا يا باشا انا لا عايز انا ماليش دعوه بمين يحكم. انت حضرتك وصلتنا ان دلوقتي حضرتك شيمون بريز لو جه حضرتك يخش الانتخابات هنوافق عليه من اللي احنا شفناه، ولما تيجي حضرتك تقول لي اصل الدوله تبوظ وتتهدم، حضرتك احنا قعدنا لجان شعبيه 3 اشهر حضرتك وما كانش فيه حكومه وكانت الدنيا زي الفل. الشعب المصري ده حضرتك جايع، وطالما جايع حضرتك ايه حضرتك ما قريتش تاريخ عن الشده الايوبيه والشده المستنصره كانوا بعض، فحضرتك بتكلم مين؟ انت حضرتك عارفنا، انت قاعد تقول لنا ان احنا ان انت حضرتك عارف الشعب المصري، حضرتك ما اتكلمتش باي كلمه للشعب المصري، انت كده بتكلم شعب تاني. ما انت لما تيجي تقول للشعب ده اصل في 100 ألف ولا في مليون واحد هينزلوا هيتاكلوا، حضرتك الناس جاعت، الناس جاعت، فحضرتك عايز تحلم وتكمل حلمك، ادينا احنا رخرين نكمل حلمنا، ادينا حضرتك اساسيات حياتنا ان احنا نقدر نجيبها، اديني ان انا حضرتك اقدر ان انا يبقى عندي طموح، لما حضرتك قتلت الطموح عشان حلم حضرتك. فحضرتك عايز تكمل حلمك كمله، انا ما عنديش اي مشكله وانزل انتخبك والله العظيم انا ما فيش اي مشكله، بس اديني انا برضو حلمي، ولا انت حلمك انت بس؟ ما اصل حضرتك انت مش مصر، ما حضرتك معلش هي حلمك انت، انت حلمك انت، انما حلم مين حضرتك؟ هي مش حلم الدوله، احنا الدوله اللي هي قوميه كشعب، احنا حضرتك مش حلمنا اللي انت بتعمله ده خالص، احنا عايزين ناكل ونشرب ونشتغل ونربي عيالنا ونعلمهم ويبقى عندنا طموح نقدر حضرتك تبقى حياتنا مريحه شويه، تبقى حياتنا مبسوطه، نبتسم نبتسم يا مؤمن، نفرح. احنا كمية اكتئاب وكمية مواد بتاع ده أدوية مهدئات بناخدها ما يعلم بها إلا ربنا. دولة هو ده، بص يا باشا أوريك نظام الدولة بتاع حضرتك، حضرتك بتمنع الحشيش بس بتصرح بإن أنت تبيع البفرة الطويلة حضرتك أو البفرة في الكشاك. هي دي الدولة حضرتك. فهي أنتوا ماشيين على كده. لو حضرتك غيرت ده حضرتك غيرت النظام ده، ان هو حضرتك مش نفسي فيه واقول اخيه حضرتك، لا اما احنا ماشيين شمال لا اما ماشيين يمين، لا اما حضرتك هنحلم كلنا والحلم يبقى مع بعضه، لا اما حضرتك كلها تقلب بكابوس. فشوف حضرتك اللي انت عايزه ايه واحنا معاك. انا بالنسبه لي حضرتك انا ما فيش اي مشكله، انا مين ينتخب مين، مين يبقى رئيس، مين يبقى وزير، مين يبقى بتاع، انا بالنسبه لي مش هتفرق، انا بالنسبه لي عايز اشتغل. انا راجل يا مؤمن بعد ما كنت بطلع فلوس بقيت حضرتك دلوقتي باخد بقى ابويا اللي ابويا وامي واخواتي هم اللي بيصرفوا على بيتي 3 عيال. انت فاهم ولا مش فاهم؟ بني ادم عنده 36 سنه يا مؤمن مش عارف يجيب مليم وتقول لي حلم؟ حلم ايه يا مؤمن؟ الحلم ده حضرتك لما تديني انا حضرتك حلم، انا الاول انا كمواطن حضرتك هربي عيالي ان هم يطلعوا يلاقوا البلد دي كويسه فيحبوا البلد فيبقوا مواطنين فيها، انما انت بتولد كره في كره، بتولد كره في كره وتقول لي حلم. فارحمنا يابا، احلم على قدك او احلم يا باشا لما احنا نحلم زيك. انت مش انت مش حضرتك منزه عننا، انت مش بني ادم واحنا بني ادمين، انت مش حضرتك مولود من نور واحنا مولود من نار، احنا بني ادمين زينا زيك. انت كان معاك كل حاجه، كان معاك فلوس الخليج وتأييد شعب والبلد كلها في ايدك، وفي الاخر عملت ايه؟ عملت ايه؟ عملت ايه؟ عملت ايه؟ تعبنا، كنا بقينا بنصحى كل يوم شباب في عز وقت الشباب يا مؤمن، وبنصحى كل يوم متنكدين وطالع ميتين ابونا وحاجه ما هي واكتئاب وقرف ودنيا خراب ومش لاقيين ناكل عيالنا، وتقول لي حلم؟ عايز تكمل حلمك كمله، بس ادينا انا اخر حلمي. يعني ايه دوله حضرتك مش قادر اجيب فيها عربيه 128؟ يعني ايه دوله حضرتك تبقى العربيات كلها بالخرى جنبك؟ السعوديه، هي السعوديه دي ايه؟ السعوديه دي فيها ايه؟ ده يعني ما فيهاش اي حاجه وما عندهاش جمارك، بتظبط شعبها، بتظبط شعبها، انما انت لا ما ينفعش. الشعب ايه اللي يتظبط؟ دوله فيها كل الموارد دي وتقول لي فقر؟ امال حضرتك حطيتوا ازاي ايديكوا على الذهب والثروه السمكيه وقناه السويس والاراضي الصحراويه وابو زنيبه وسينا وده كله حضرتك وتقول لي ما فيهاش؟ الدوله فيها حضرتك، بس ادونا زي ما تاخدوا يا عم، ادونا عشر ما تاخده، ادونا 1% من اللي تاخدوه بس سيبونا نعيش.